يا رزق المرة مش رايقة ولا ايه؟ لا فيكس الدنيا حلوة. طب بقول لك ايه، في واحدة عايزاك بره على الباب. يا ميس، ايه اللي جابك؟ في حد جرى له حاجة؟ كلهم زي الفل. اللي الغلبانة اللي انت رميها ورا خطواتك مش مستعنية بنكل. بقول لك ايه، انت جاي لحد هنا عشان تغني عليا بوحل الحريم ده؟ موح دلوقتي بقى محيي يا ابن جدالله. ده نمشي. جرابت بقاش ليك راجل يشكوبك ولا ايه؟ اساله يا سيد، قول له انا قد ايه اترميت على جزمته، يمكن يحن عليا وياخدني في حضنه زي زمان. لا اسمعي، لو فاكره انت لما تغب عليا في مكان اكل عيش هنخت وبغلطانه، مش انا يا ميسا. ولا انا يا حبيبي، بس بص بقى يا ابن الحلال، المفتشل كده انا لا بدلك هنا وهفضل اراضي فيك لحد ما تسلم، ورحمه امي ما انا سايبك يا سيد. لا ده انت دماغك فيها ميه. بقول لك يا بت، امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. مش ماشيه يا سيد، وافضل قاعده هنا وهنا يا انت. هتعمل فيا اكتر من اللي عملته، هتاخد رقبتي يعني، او ترحمني برضو من البطاطيه والذل اللي انا عايشه فيه. طب خلاص خلصت، خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص مفيش حاجه بجد يا سيد. خلاص ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا روحي، وقبل ما اروح اعدي عليكي بتكلم. طب ما تتاخرش، يلا بقى تيجي عندي شغل. يلا المجنونه دي، انا كنت ناوي بعون الله يعني اشطب الشقه سوبر لوكس وهجيب اوضتين وصاله بمنافعهم، انضف حاجه من المناصره. ما هو عروستنا مش اي حد يعني، دي ست البنات. امال فين علا؟ خرجت مع بنت خالها في مشوار كده. خرجت؟ مش عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ في حاجه حصلت بصراحه. بقول لك ايه يا نبيل، الجواز يا اخويا اسمه نصيب، وعلاقتي مش اسمتك. انت بتقول ليه كده بس يعني؟ شوف بقى يا استنى انت يا حاج، بعد ما الحاره شافتك وانت بتتروق تحت البيت، ازاي اديك اختي واستامنك عليها وانت لا مؤاخذه مش عارف تحمي نفسك؟ بس يا عم انت بتقول ايه؟ انا برضو يعني نبيل باشا، بس العيال اتكترست عليا وخدتني غد. معلش، وابقى اعمل حسابك المره الجايه، انا كنت مجهز لك حاجتك وكنت ناوي اجيبها لك لغايه عندك، بس ما عرفتلكش مطرح بعد ما استغنوا عليك في خدمتك. خلي بالك، انا راجع شغل تاني، وهرجع احسن من الاول، واللي هيقول لي كلمه هندم. وماله، ما ترجع زي ما انت عايز، بس ما عندناش بنات للجواز. شرفتنا يا عم نبيه، وان شاء الله ربنا يكرمك بالاحسن مننا. خد واجبك كده. انت تنفذ اللي انا بقولك عليه من غير رغي كتير. لا ده ما يستاهلش، ولا تروح له بنفسك. انت بس تبعت له المحامي يفكره بالشرط الجزائي. وحش على نفسك يا بيه، بالراحة على أعصابك. إيه؟ مين مزعلك؟ موجة، أنا مش فاضي وأنا عايز أقعد أتكلم معاك زي أي اتنين. ممكن؟ أديك قلتيها، أي اتنين يعني مربوطين ببعض، مش كل واحد عايش في العالم بتاعه مش حاسس بالتاني خالص. إيه ده؟ هو أنا ممكن اوحشك والحاجات الشقيه دي ولا ايه؟ موجه من فضلك ما تخلينيش ازعل منك، انا حايش نفسي عنك بالعافيه. مش حلو علشانك، لكن لو حاسس انك عايز تنفجر فيا اتس اوكي، هعتبره جزء من الجواز وطبيعته السخيفه، از لونج ان الموضوع ما بيخرجش بره حيطان البيت. لكن لما يخرج بره حيطان البيت ده ويأثر على البيزنس اللي بينا ونعمل شغل عيال صغيرة وتكسر كلامي قدام الناس، يبقى لازم تفهم إن أنا اللي مش هعرف أحوش نفسي عنك. واضح إن المعلمين والرمم اللي بيشتغلوا معاكي أثروا على طريقة كلامك، ونسوكي إزاي تتعاملي مع عامر فواز. المعلمين والرمم دول اللي عارفين عني شوية قد كده، عارفين كويس قوي إن ما ينفعش حد يكسر لي كده. أمال اللي يعرف عني شوية قد كده وأنا أعرف عنه أكتر، يبقى المفروض ما يجيش على باله من أصل إنه يفكر يكسر لي أي كلمة. أنا لسه ما خلصتش كلامي،
بكره تروح تمضي عقد الشراكه اللي بينك وبين شركه لينر جروب. مش هستنى كونفرميشن منه عشان انا عارفه انك عاقل وهتخاف على نفسك. الو يا فادي، بضاعتك اللي بتتحرق. ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمش مستر هاكن، انا اللي هكلمه. اعمل اللي بقولك عليه، انا اللي هاخد نفسي. يا اخويا ادام البت راضيه والواد شاري، ما تمشيها يا سلطان. ولا انت يا اخويا هتتحمق لبتهم اكتر منهم؟ اه، لما يبقوا مغبشين ومش شايفين الصالح اتحمق طبعا. امال هما عايز الكبار ايه في البيت عدم المؤاخذه؟ يا اخويا الكلام ده لما يكونوا عيال ومتشعبطين بحاجه ما فيش منها مصلحه، انما ده جواز والبت عمرها ما هتقول اه غير لما تبقى شاري ابنك ورسمه دنيتها عليه. ما هو ده اللي مجنننا ايمان. اذا كان على الواد اللي اسمه صلاح، صلاح ده طول عمره رخيص ومحدش يشتري بفكه القرش حتى. انما ايه بنت جدله ترمي فيه سعر زي ده، يبقى اكيد الحكايه فيها ان. يا اخويا هو ايه اللي ايه بنت جدله؟ ايه بنت جدله؟ هي كانت بنت انثى للوز يعني؟ ما هي بنت زي بقيه البنات. بنت زي بقيه البنات؟ هو في حتتنا احلى منها؟ وبعدين لعلمك بقى، البنت دي شايفة روحها وتعليم عالي وفوق ده كله مخها يوزن 10 من سيزيفت ده، يبقى ازاي؟ بقول لك ايه يا ابو اشرف؟ اشرف اقعد اتكلم بقى، ربنا بس يجيبه بالسلامة، يطلع ساعتها بقى اشرف، يطلع ايمن زي ما يطلع. كلنا يا اخويا واحنا في سنها فوتنا على اللي بتقول عليه ده، حلوة فايرة وعنين مفنجلة ومخ من اللي يوزن بلد. انما بقى لو الحكاية مش راكبة في راسك يبقى دور ورا المحروس وشوف ماسك على البت ايه ولو يدرعها بالقوي. انت بتقولي ايه؟ ماسك عليها ايه يعني ايه؟ يا اخويا ماسك عليها يعني عشمها وخلي، والبت خايفه بطنها تعلى وتبان وتتفضح. قالت لك الحق نفسي. انا هربك اسود يا صلاح. تعالى يا قلب امك، خد اقعد. في حد كنت بتسأل عليه دايما لما بجيلك الملجأ؟ إلهي ربنا ما يعيدها أيام. مين يا أم؟ تعطسي عليا يا واد، ولا خايف تسألني الأكثر بخاطرك؟ ما أنت كنت دايما بتخبي. مش بخبي عليك أنت، بخبي على الناس كلها. كنت عايزاه يفضل زي ما هو ليا وبس، بس ما عادش ينفع تاني يا حبيبي. خد ملي عينك ده ابوك يا ضنايا. ده ابويا، كان نفسي اشوفه قوي، كان نفسي اسمع صوته. ياما رسمته في راسي بمية صورة ومية وش، وهو فرحان وهو زعلان وهو بيلعب معايا ويشغل. كان نفسي اسمع صوت، كان نفسي اتلف حنان، كان نفسي حتى لو شخطر وشتيم. حلمت حلم قلت احكيهولك قبل ما يطير من راسي، بس وحيت ابوك تخيف تتريق عليا انه بادي احسن انا مش قدك. حلمت بيكي وانت بتولدي، جبت واد وانا اول واحد استلقفته في الدنيا، ادنت في ودنه وصوابعه اتشعلقت بصوابعي. حبيبي انت بتقولي ايه؟ يعني ايه لسه ما جاتش؟ امال اسال مين؟ كل اللي معاه روحوا؟ طب اقفلي اقفلي اقفلي، انا جاي. على فين يا بابا؟ سيب مصالح الناس ومروح. بقول لك يا جدع انت ابعد عن وش السعادي. ايه ده بس، وريح نفسك وكلم امها جارتك منها البنت بخير. زمانها دلوقتي حرام قاعده بتون قلب الام برضه. انت فين؟ انت اكتب يا جدع انه بادي تمامك معايا تحط لسانك جوه بقك، وما تخرجوش غير لما تقولي تحت امرك يا كبير. اقسم بالله لو حصل لبنتي حاجه. اسمع الكلام، بنتك زي الفل ومستعد بخرست اللي مد ايده على بنت صغيره ولا يهزيها. امال انت بتعمله ده تسميه ايه؟ البنت مالهاش ذنب. زبان انت ابوها وبترجع في كلامك زي النسوان.
البيت بقى اللي هي في حضني يبات اللي منك في حضنك. صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ وهيجي منين الخير وهم واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك؟ لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر، ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدعه، بس شايفينك عاليه عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عاليه عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول غير كده. يا بنت ده انت احلى حاجه فيك ان انت عاليه عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها ساعتها بيعرف امتى الحاجه دي كويسه. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح. عايزاك يا صلاح. بيت امك يا صلاح. بس اثبت انك تقدر تعمله، وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك، ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. ها وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ اصلك ما تعرفيش ميس لاميا دي، دي قد كده يا خرابي. وبعدين انا ما باخدش معاها مجموعه، ولولا الهديه كانت استقصدت. الهي يقطع عيد الام وسنينه، اللي يخلي النسوان تتحكم في العيال بالشكل ده. وجبتي الفلوس منين؟ خدت من بابا 10 جنيه ونزلت جبت لها طقم كوبايات من عند المصحف. الهي يا ربي يدشدش عليها واحد واحد قبل ما تدفع في حاجه البعيده. ايه ده؟ انت وقفتي اكلي ليه؟ مش احنا قلنا نخلص طبقنا كله عشان يدعي لنا؟ الحمد لله. ممكن بقى تديني اكلم ماما عشان ما تزعقليش؟ وهي في ايه ولا في ايه بس يا هاجر يا حبيبتي؟ مش انا قلت لك انها قالت لي ما كلمهاش لا هي ولا بابا لغايه ما يخلصوا العزا اللي هم فيه؟ وبعدين في ايه يا هاجر؟ وانت زهقتي من ابلايونيا ولا ايه؟ لا والله، ده انا نفسي افضل قاعده معاكي على طول. عارفه يا هاجر عمري كان نفسي يبقى عندي بنت زيك كده اربيها في حضني وتكبر قدام عيني لغايه ما تبقى في حلاوتك وشطارتك دي، بس ما حصلش نصيب. لكن ما حدش بياخد كل حاجه، الشغل خدني سنه ورا سنه. افتكرت اني حابه ارتست مشهوره تشاور عليا وتبقى عايزه تتصور معايا. نمت وصحيت لقيت نفسي لوحدي، هطلت الناس ولا طلت الضنايا. انا فتحي محمد علي خليل، موظف بمحكمه شمال الجيزه. قمت بنفسي بتبديل الحرز رقم 1 على 522 من القضية 1490 لعام 2015، أمن وطني مستأنف شمال وفحواه 750 ألف يورو نقدا. قمت بتبديلها بنفس المبلغ ولكن بورقات نقدية مزيفة، وهذا اعتراف مني بذلك. عسل، شفت بقى لما بتبقى أموره حلو بتسمع كلام الدنيا بتبقى حلوة إزاي؟ أنا حلفت لك إن مش هجيب سيرة لحد. ولا أنا وربنا في إيه؟ وأنت فاكر الفيديو ده سكة على رقبتك؟ لا، ده تحريص مش أكتر. بعدين اسعى عليا في كل مكان. بخارست كلمته واحده وما بترجعش. ماشي ماشي يا بخارست، انا عملت كل اللي انت عايزه. انت فين؟ في الحفظ والصوره بهاجر. هيحصل لها ايه يعني؟ اشرب شاي براحتك، اطلع فوق تاخدها وتتكله على الله. مش هشرب شاي ولا زفت يا اخي. انت فين؟ هتهدى يا عم في ايه؟ تعال. عايزك تفكر كويس قوي قبل ما تقول اي كلمه تانيه، عشان اللي جاي لو ما عجبنيش مش هتطلع من هنا على رجلك. وانا لو مش عارف ان الكلمتين دول يستاهلوا شرف مقابله سعادتك ما كنتش استجريت وعملت كده. مش انت اللي هتقول قيمه كلامك، مش انت خالص. ماشي، بيت اموري بيها مدام. طبعا انت جاي وفاكر ان انا هفرح بالكلمتين اللي بتقولهم وافرح بولائك ليا واكافئك احطك مكان معلمك، مش كده؟
غلطان. ده انت المفروض تقول يا رب، ما اتصلش بفودة واقول له على خيانتك، ولا اجيبه يتفرج عليك وانت بتبيعه. طب ليه كده يا ست الكل؟ انا بيع معلم، معلم فودة ده ابويا، ده انا رايح مكتفي من الخير. امال انت عايز ايه؟ والله انا ما قلتش للمعلم فودة ده يد في حلقه، بس لا مؤاخذه يعني هو له يد تعلى حلقه. اسم عيل كده بدانا بيه المعلم الفتره اللي فاتت، اسمه سجاد الله، شهرته بوخارست، سيد بوخارست. سيد بوخارست. تعال. ايه ده؟ بنتي فين؟ بنتي فين يا بوخارست؟ اطيب ده جدع، في ايه؟ هتروح فين؟ هتلاقي هنا ولا هنا؟ هي بقت كده؟ ماشي. قسما بالله لو جرى البنت حاجه يكون مستبيح، واروح ابلغ على نفسي بنفسي واوديكوا كلكم 60 داية. بقول لك اكتم بقى، هتروح فين؟ رايح هنا لحد ما اجيبها لك. اقعد. تعالى هنا سيبني. ورايح فين؟ انت كنت فين يا وليه انت؟ ايه في ايه؟ رحت اجيب شويه حلويات للبنت ورجعت. امال ايه؟ هو انا مش منبه عليك مليون مره؟ عليك ما تغيبش على البنت ثانيه. الله، ما هو ده اللي حصل. انا يا دوبك نزلت دقيقتين وسبتها مع الواد ده. واد مين؟ واد الطاي. واد مين؟ خلاص خلاص، صدعتينا يا بنت. بس يا بنت بس. الو يا سيد، بقول لك ايه؟ يلا ستاند باي. جاهزه يا استاذه ايه؟ 3 2 1 هوا. صباح الخير، النهارده بدايه جديده ويوم جديد، يا رب تكون اجمل بدايه وتكون كل الاخبار كويسه لينا ولبلدنا. يا رب يا ميس، وتكون ايامنا كلها خير وسعاده. احنا النهارده معاكم لاول مره في برنامج جديد شبابك يا مصر، عندنا فقرات كتير واخبار حصريه وشكل جديد هنقدمه هنتفاعل مع بعض. توب. ايه رايك؟ شايف انها جامده وهتعلق مع الناس. لا، وبتعرف تخلي الكاميرا تحبها، ودي بقى حاجه مش هتلاقيها كتير. اي حد من طرفك بقى مغمض، وانت عارفه كده كويس. حبيبتي بوشي، ازيك؟ اتفرجتي؟ طبعا كنتي هايلة. مستر سامر السعدي صاحب المحطة. اي غني عن التعريف طبعا. ثانك يو. يا رب اكون عجبتك. طبعا كنت لسه بقول لبوشي عجبتيني جدا. انت دارسه ايه يا ايه؟ هتفرق. بتهيألي اهم حاجة في الاعلام هي شخصية المذيع، وانه يعرف يتواصل مع الناس كويس. انا مش دارسة اعلام، بس بحبه اكتر من اي حد درسه. بس الدراسة مهمة برضه. أنا عارفة إن حضرتك مهندس كهرباء، ومع ذلك بتأسس أكبر مؤسسة في مصر وليها فروع في كل العالم. ده اللي معروف عنه بس، إنما اللي مش معروف أكتر بكتير. عارفة عني كل حاجة أنت، بس أوعي تصدقي حاجة تقولها لك. يلا I have to go، وهستنى الحلقة الزيرو، ولو بتقولي صح هيبان. باي باي باي. كلمني. طورت رقبتك وعواتك عن كل اللي فات، صح ولا ايه؟ طول عمري بيعجبني اللي بيكون قد توقعاتي، بس بيعجبني اكتر اللي بيعديها. البنت فين يا صلاح؟ بنتي بقول لك ايه، دي مش اصول شمال، الاول تسال البنت دي قصادها. اسمع يا قط، شغل الجنان ده ما تسيبش معايا. شغل الجنون الهبل ده تعمله مع ابوك مع امك مع الجن الازرق، لحد عندي تقف وتقول امين. ولو فاكر رياض انها ليا عزيزته بهبت منك. البنت فينا صلاح؟ انت اطلع شويه وشك نصين. وماله؟ ما اللي خلاك تقل مني وسط الخل مش هيصعب عليك تحله لوحدك. بس انا عايز حق اسعد. حقك؟ حق مين ياض؟ حق عليك يا صاحبي. حق عليك. انت اكتر واحد عارف ان انا في الدنيا دي لوحدي، وعملتك اخويا الكبير وابويا اللي بلجأ له وقت الشدة. كنت مستعد أديك بروحي في أي وقت، وأنت عارف. وجي اليوم اللي الدنيا كلها قبلتني فيه.
اختك رضيت بيا، ابويا ابويا ميل عليا واتمنى لي الخير، تقوم تيجي انت دونا عن الخلق دي كلها وتدوس عليها بجسمتك وتستخسر فيا اكتر حاجه تمنيتها ليه يا سيد؟ خلاص يا صلاح. لا مش خلاص. خلاص يا صلاح. لا مش خلاص يا سيد. غلطت مرة واتنين وعشرة، كنت بتصلح لي وبقول لك أمين، وأنت ياما غلطت يا أخي، بس أنا عمري ما زلتك بغلطتك. دلوقتي بقيت حمل تقيل عليك يا سيد؟ دلوقتي عايز تخلص مني يا صاحبي؟ تسلم يا أبو سيد. خلاص يا صلاح، ده أنت قلبك طلع أسود أوي. خلاص. خلاص يا سيد قفل. مش هقفل، خلاص ياض. تعالى. خلاص. صلى على النبي. خلاص. سايقه عليك النبي يا نبيل، كفاياك قوي لغايه كده. والا واللي خلق الخلق افضها سيره وما اروحش المحل واللي يحصل يحصل. ومن تكلي على الله انت ما تقطعيش برزقك، ما تبقاش على كله. طب يا نبيل، انت سيد الحرفين، ان الجواز ده اسمه ونصيب يا اخويا. وانت فاكره الحدوته على عروسها طارت مني؟ انا تهنت اداس على كرامتي بالجزم طول عمري وانا حاسس ان انا قليل. الناس مش بتستعنى بنبيل ولا بقعدته ولا بكلامه، بس من ساعه ما دخلت الميري كلهم يترجوا يبوسوا ايدي. افتكرت اني خلاص نبيل بتاع زمان خلص، تاني رجع تاني من زي زمان لا اوسخ. استغفر ربك بس يا نبيل، ايه اللي بتقوله ده؟ طب ما انت عارف ان بعد اللي حصل كان لازم حد يروح معاك، ما خدتش ليه معاك المعلم سلطان؟ هو قطع سيرته. طب والمعلم سلطان ذنبه ايه بس؟ ما انت عارف ان الواد صلاح دماغه مطيوره، تلاقيه كان ضارب له حاجه فورت جتته، شاف العركه سخنت معاه طلعت فيك. يحرق صلاح اللي جابه، ده انت عيل كربوع في عصب جزمتي. الدور والباقي على السلطان اللي خلاص بك فيا، طمع فيا الواخش. خلاص نبيل بقى خشه، اللي يسوى اللي ما يسواش يضحك فيه وسخته. لا انت مالكش حق بقى يا نبيل، انت عارف ان المعلم سلطان طول عمره متلفح بالحق، واذا كان بيبخ بيبخ عشان الاصول. كان اقول ايه؟ انت بترجعني للحكايه دي تاني ليه؟ اياك تجيب السيره دي تاني، احسن عليا الحرام اجيبهولك هنا متربط ويبقى ذنبه في رقبتك. أنا جيت لك أهو لغاية عندك يا بلبل، جيت لك من غير رابطة الغباوة اللي بتتكلم عنها، جيت لك برابطة العيش والملح اللي بيننا. خطوة عزيزة يا معلم سلطان، خطوة عزيزة. أنا حاسبكوا دلوقتي عشان أنا ورايا شغل، وبيتك ومطرحك يا أخويا. يا نبيل لم نفسك بقى، الراجل عز مقام وجالك، لم نفسك. عن اذنكم. اتفضلي يا يونيا. شوف يا نبيل، انا مش هعتب عليك في الكلمتين الخايبين اللي انت قلتهم دول، بالعكس انا جاي احب على راسك واستسمحك على الطلاق بالتلاته، لان ما كنت عارف انك شايل ده كله. ايه مالي؟ انا زي الفل اهو. انا ناس ده نبيل باشا اللي هيوريك انت وامك اللي عمرك ما شفت. خلاص خلاص يا نبيل، العالم كله عرف بعد كده. تخبى عليا انا؟ انا طول عمرنا ما لناش غير بعض يا نبيل، ليك مين غيري تصب عليه زعلك وشيل عنك؟ عملت كده انا في عزي، ولو كنت جيت لك بعدها كنت عملت ايه؟ لميت عليا عيال الحاره ونسوانها وزفتوني زفه بلدي. راجل يا ناقص، من امتى واحنا بنعري بعض قدام الخلايق؟ احنا طول عمرنا ساتر وغطى على بعضينا، بس انت برضه غلطت، كان لازم تصارحني وتفطمني، وساعتها بقى كنت هتشوف انا هسد جنبك لغايه ما الليله دي تعدي ولا لا. مش تكتم بنت روحك، كنت ساعتها بقى شوفني انا هسد معاك لغايه ما ليلتك دي تعدي ولا لا. على العموم حصل خير،
عشان تعرف الموضوع اللي كان مزعلك مني. خلاص دخ مفيش بيع مردام. ما تقول اه يا هلا. ما اتكسرت يا سلطان، فودة زلني صح. ماش ماش، ولا كان اللي يزلك اقول بل احنا ما بنتكسر في بعضيها. ما حدش بيكبر العباد والرب العباد. انا بيهن وانا سداد. أول مرة يا أخويا تسمعنا حلاوة الآه من غير لت ومنحدة. ما خلصت يا معلم. بصراحة الراجل بتاعك دخل دماغي من ليلة النقلة إياها. لو عايز أدعي 10 مرات بعون اللي هيحضره. مش أنا اللي هعوز، المعلم هو اللي هيعوز واللي هيقوله هيمشي. بس أموت وأعرف عديتها إزاي. أنت عجبتك بس عشان ما عرفتش تهرش. بعدين هو في حاوي بيفرق جرابه على الخلق. لا وأنت حاوي مقصد. شوف يا شندي، سيد ليه نفحة في البيع الجاية، نفحة لحساب ويلعب فيها. بس أنا بقى ليا مزاجي يبقى متوصي ومتأسس أول نزول السوق، وعلى اسمي برضك باري. وماله؟ ده السوق ينور ويسعمل حبايب تلاتة. بس أنت كده هتقطع المعلم بتاعك. وناوي تحط فين؟ أنا هلعب بره النصرية والسيدة كلها. هاخد خط مصر قديم، خارطة أبو السعود، أبو سيفين، المنطقة هناك كلها مضروبة حنة وده مش مقامة. على البركة. بس خدها مني نصيحة، إنك تعرف تعدي ببضاعة حاجة وإنك تكبر في السوق حاجة تانية. وضلي فودة ما يتخرجش منه لأنه ما يتعوضش. ده مدرسة. لا ما تقلقش، وأنا مش عايز أخرج من المدرسة. اسمع شندي، الجدع فلوسه حاضر بكاش. ظبط أنت أمورك وشاور على الميعاد وربنا يبارك للكل. ربنا يجعلها فتحة خير عليك. الدنيا يومين أسنجفها وأرد عليك. ماشي. برد يا سعيد. اللي يرضى بحاجة في البدري تبرد قبل الأوان. ابن أبوك صحيح. عم سلطان ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. أنا الصراحة كده كنت عايز كلمتين. تحت أمرك. ولا قول دلوقتي. أنا هنخش في الموضوع على طول. صلاح أنت صحيح عايزاه؟ أيوه عايزاه وموافقة بيه كمان. ليه؟ بحبه، هو ده الراجل اللي انا طول عمري بتمناه. عليا انا الكلام ده؟ يا بنتي صريح العبارة كده والمختصر المفيد، انا الكلام ده ما يخش ذمتي بنجلة. ما مش معقول برضه بنت حلوة زي حلوة ايه؟ احلى بنت فيك يا مصرية. ده الواد لما شافك ما عرفش يحط النار على الحجر. وبسم الله ما شاء الله، تعليم عالي والمستقبل قدامك بالطول وبالعرض. ايه اللي يخليكي ترضي بوزة صلاة؟ ده اقل منك في الكسم والرسم، ما ياخدوش بيه. هو نصيب بقى يا عم سلطان. وبعدين صلاح ما يتعيبش برضه. انا ابوه بقى واكتر واحد عارفه، وبقول لك صلاح يتعيب. ده واد خربان ومالوش حيطه يتركن عليها. محدش عارفه كده يا بنتي. وانت بسم الله ما شاء الله سكتك سالكه، وقال في مين يتمنوكي. انا ايه بس اللي يخليكي تربطي حياتك بواد صايع مصدي زي صلاح؟ ده نصيب بقى. وبعدين انا مش فارق معايا اصلا طالما انا مع صلاح. طيب ماسك عليك حاجة بيزلك بيها؟ قوليلي، أنا أبوه ممكن أقطع لك رقبتك. حاجة إيه دي اللي زلني بيها؟ وأنت فاكرني منهم ولا إيه؟ أنا بنت المعلم جدلة، وما يصحش الكلام اللي أنت بتقوله ده يا معلم. لا إله إلا الله. طب قوليلي يا بنتي اللي صح؟ أنا برضه عدم مؤاخذة في مقام أبوكي وأخاف على مصلحتك. ما أنا قلت لك ما تخافش من حاجة، ده جواز. وبعدين أنا وصلاح هنبقى متفاهمين على الآخر. ما تشغلش بالك أنت. وقول مبروك. ماشي. هقول لك ايه يا بنتي؟ مبروك. على اذنك يا مسلطان. اتفضلي. انت نازل يا اخويا؟ احوبه، بس لو عايز حاجه تولع كل حاجه قولي. يا سلام على لسانك اللي بينقط سكر ده. انا عرفت ميسا بتحبك ليه طبعا. وحياتك ما بتسمع ربعهم، دي ما تجيش غير بالدبشه بنت السر. على قلبها زي العسل، ما دام انتوا الاثنين بتحبوا بعض وهي عايزاك. يا سلام، وانت جاي بقى تفرح حتنا ولا ايه؟ قولي عايزه ايه؟ عينيا. شوف يا ابو خارست، انا عارفه انك مش موافق على جوازه صلاح من ايه. اسمعني عشان خاطري، اسمعني لو ليا خاطر عندك بس.
انا عارفه كويس قوي انك شايف انها ما تناسبوش ولا هو كمان يناسبها، بس مين عارف، يمكن ربنا يوفق الطباع على بعضها زي ما وفق القلوب. وبعدين هي اسمها اسمه ليه؟ عشان بتيجي كده. شوفي يا حبوبة، انا مش غاوي اخرب علاقتك ولا في قدام فرحه صلاح، بس الاسم اللي ما بتعدلش بين اتنين بتاخد واحد منهم وتطب على الارض، وصلاح بقى عنده نعاد ابوه ولا يساوي بالارض، ساعتها بقى مين اللي هيضيع في الليله؟ جربت؟ مش خايف علاقتك ولا ايه؟ مفيش نصيب بيمشي بالورقه والقلم يا سيد، اللي علينا اننا نرضى بيه وخلاص ونسيب الباقي على ربنا. وبعدين مين عارف، ياما جوازات في اولها بتبان انها بايظه وبتتم على خير. وبعدين يعني صلاح مش وحش ولا حاجه، يعني ده راجل وجدع وفي ظهرك واكيد هيراعيها. حتى انت يا رحاب، جرالكوا يا بنات جدال، الواد عامل لكم عمل ولا ايه؟ مش هو اللي عامل يا سيد، ده النصيب. النصيب زي ما قلت لك، اللي رضينا بيه او ما رضيناش هيحصل برضه. يبقى نوفر على نفسنا القلق ونشوف هترسى على ايه، مش يمكن خير؟ يمكن اه. يا ريتني كنت نزلت على طول. اخبار رجالتك ايه يا معلم؟ رجالتي تمام، مبدورين في السوق ومحزنين، كل شبر في حدود منطقتي كاني ماسكه في ايدي. ايه ساعتك بتفكري توسعي لي النطاق؟ مش لما تسيطر على اللي تحت ايدك الاول وبعدين ابقى افكر؟ شكلها وراها ان الكلمه دي. لما تعرف ان واحد من رجالتك لف من وراك وعايز يخونك تعمل معاه ايه؟ ايه العباره بالظبط يا ست الكل؟ في حاجه وصلتي ما عنديش علم بيها؟ رد على السؤال يا فوده. خليه يتمنى الموت وما يطولوش. انا بقى عايزاه يطول وبسرعه. اللي هو مين بقى ولا مؤاخذه؟ وعمل ايه بالظبط؟ الواد اللي انت سحمه من ايدي، سيد بوخارستي. بوخارستي الواد طوعي بدراع اليمين وما بقدرش منه حاجه غلط. لما انا اقول عمل يبقى عمل. هو اللي حرق البضاعه بتاعت عرابي، وهو اللي عمل معاه الحركه بتاعت زمان. حلمك عليا بس يا ست الكل، المعلومه لابد معيوبه. نضمن منين ان بوخارستي ده هعتبر انه حرق البضاعه من ورا ظهرك يا معلم يا كبير، وحكمت عليه بالنيابه عنك. الواد ده يتصفى وبسرعه. Cheers. Cheers. مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا عسل. مبروك يا بنتي يا آية. قولي كلمة. أقول إيه بس يا نصر الله؟ يا أختي في التلفزيون بيجيبوا برامج بيقولوا فيها كلام. قولي كلمة ليا ولإخواتي. الله ما تطلع لحي يا بنت. والله العظيم أنتوا بتهزروا. ماشي. مبروك يا نصر. مبروك يا ميس. مبروك يا رحال. مبروك يا بوخارست. مبروك يا يوني. خلاص بقى. وابوك وامك الله يرحمهم ما لهمش نصيب. قولي يا بنت. الله يرحمهم طبعا. طبعا كان نفسي يبقوا معايا في ليله زي دي. خلاص بقى يا نصر منا. طب يا اختي. عقبالك يا حبيبه قلبي. والنبي ده انا هرقص لك رقص. عقبالك يا واد. يلا يا رحاب قومي ارقصي بقى. لا معلش يا اختي، اصلها عندها صداع. يو طب يلا بقى يا بطه، خدي بنفسي ولا انا واخده الفرح مقاوله. لا معلش يا ابله والله تعبانه، هسقف اهو. سقفي ماشي. يلا يا ميسه. حاضر. يلا ايوه يا حبايبي. شفت الواد قاعد فاشخ ضمه ازاي؟ يا عم سيبه خليه يتبسط، بكره يزعل. طب واذا عمل عوق؟ هيروح فين؟ هيطلع عين ابوه. لا مؤاخذة حكم سلطان، لا مؤاخذة دي هو العيل السوي يجيب لها له اللعنة. يلا يا صلاح. يلا يا آية. يلا
وبعدين يا معلم فؤاد؟ ملهاش تفسير تاني يا سيد. فكك بقى من ليلة شندي دي، ملهاش عوزة. يعني ايه ملهاش عايزة؟ رجع يعني في كلامه؟ تذبحه. أنا ليلتي معاه زي ما هي. أنت بقيت براها. يبقى أنت بقى لا مؤاخذة اللي جبته ورا. هيزعلني منه أهو. ما الليلة مش ليلتك يا معلم، مش مقامك يعني. يا سيد اخبط. الليلة من عندك أنت، ما بقاش ينفع تركب على شغل اليومين دول. ليه؟ عويل؟ مهما الشايب وصل لها إن أنت اللي ورا حرية عرابي وطالبة رقبتك. وأنت قلت لها إيه؟ أنا اللي قلته كتير بس هي دماغها ناشفة. أنت أصلك يا سيد ما تعرفش مهما الشايب. كلمتها سيف على رقبة الكل. لا مؤاخذة كلام النسوان سيف على اللي ما بيعرفش مش عليا. يا معلم فودة، الليلة كانت ليلتك أنت وحريق عرابي كان باسمك، يعني حمايتي واجب عليك، لكن تكشف ظهري وتسلمني لا. بعدين اللي بيسلم حد في الشغلانة دي معروف بيحصل له إيه؟ اربط عندك يا سيد وبلاش تشوفية دماغ أبوك دي. أنا لو عايز أسلمك يا سيد ما كنتش جبتك لغاية هنا وفطنتك على اللي فيها. كديتك رصاصة برش وخلصنا. يا سيد، يا سيد أنا عايز أحميك، اسمع كلامي وكن اليومين دول. أنا همط الحكاية معاها لغاية ما تهدى وترمي طبقك، وساعتها يبقى بينا كلام. يعني انت دورت الحكايه في دماغك وظبطتها. ماشي، طب اسمع بقى مني الكلمتين دول. لا موجه ولا اللي منها يعرف يعمل معايا حاجه. يا سيد اسمع، السيد بخارست اللي جري الدرا من كلمه مرض، واللي عايز يعمل معايا لقطه يستحمل بيت الفيلم. يا ابني افهم فات الكلام.